أمراض الغدة الدرقية وخاصة تضخم الغدة الدرقية والعقيدات التي تنتج عنها. لماذا؟ لأن الغدة الدرقية هي غدة ثمينة جدا عند الإنسان، لأنها تنظم جميع الوظائف في الجسم وتؤثر على تقريبا جميع أعضاء الجسم. إذا نشطت بكثير أو قامت بعملها أكثر من العادي، الكل يمكن أن يعمل بكثير في الجسم، وإذا نشطت قليلا الكل يمكن أن يعمل ببطء في الجسم. لذا الغدة الدرقية تسمى بالترموستات أو الستارتر أو الآلة التوازنية لكل الوظائف وأعضاء الجسم. ولذا لا يجب بتاتا استئصالها إلا عند الحاجة، إلا عند الضرورة، ضرورة القصوى، لأن لا يعقل أن غدة ثمينة لهذا الحد احنا نحيدها بدون أي حجة قاطعة. ولماذا كذلك أنا أؤكد على هذا الموضوع؟ لأن أمراض الغدة الدرقية تتقيس تقريبا 50% نتاع النساء في العالم، تقريبا 50%، لدرجة أن المنظمة العالمية للصحة قامت بإحصائيات في هذا الميدان، فوجدت أن على الأقل امرأة على 2 في سن 50 وأكثر عندها تضخم الغدة الدرقية والعقيدات، وهذا العدد يتكاثر جدا مع السن. قبل من 50 ما عندناش إحصائيات بالضبط، ولكن يمكننا نقول تقريبا 40% في الأربعينات، 30% في الثلاثينات، 25% 20% قبل، علما أن تضخم الغدة الدرقية والعقيدات راه يمكن لهم يجيو من سن المراهقة حتى الشيخوخة، ولكن في غالب الأحيان تكون حميدة، في غالب الأحيان تكون حميدة. إذن الاستئصال ما تخصو يكون إلا ملي تكون الحجة شكوك كبيرة جدا أو حجة قاطعة بأن ديك العقيدات غير حميدة سرطانية. وحنا عندنا الحمد لله في الوقت الحاضر مؤهلات للتشخيص، ماشي التشخيص 100%، ولكن التشخيص باحتمال كبير، لأن احنا في هذا الميدان تنتعاملوا بالاحتمال، لأن الطب غير الرياضيات، ماشي 1+1=2، ولكن تنتعاملوا باحتمال، تنقولوا 20% احتمال عشان يكون سرطاني، 5%، 10%، 0%،
وعناش نقولوا 100% حميد ولا 100% سرطاني، ماشي في جميع الحالات، ولكن في بعض الحالات في عدة حالات، في عدة حالات تنقولوا حميد 100% في عدة حالات، وفي بعض الحالات تنقولوا سرطاني 100%، ولكن بصفة عامة تنتعاملوا بالاحتمال. إذن هذه الغدة الثمينة عند الإنسان، ولكن هذا الموضوع يجب أن يثير انتباه النساء أكثر فأكثر، لأن هذا المرض شائع أكثر شيوعا عند المرأة من الرجل. يجب أن يهتم به كل الشعب وكل الناس اللي عندهم المسؤولية نتاع التوعية، باش النساء ما يبقاوش يمشيو ضحية جراحة لا فائدة منها بتاتا ولا جدوى منها، إلا يمكن العذاب بعد استئصالها، لان ملي تتحيدها تتحيد واحد الهرمونات مهمه اللي تتصنع هذه الغده واللي خلقها الخالق، وتتكون ملزوم تعوضها بواحد الماده كيميائيه بيولوجيه فارماكولوجيه اللي هي الليفوتيروكس، وبثمن غالي، لان كل مره خصك تعمل تحليله وتبدا تزيد وتنقص وتزيد وتنقص، وفي اللي غالب الاحيان بعد لا تعطي الليفوتيروكس الذي يعوض له الهرمونيات اللي تصنع هذه الغده اللي عملنا لها استئصال، المراه مسكينه ما تصيبش الراحه ديالها ولا الجسميه ولا الفكريه ولا النفسيه. علاش؟ لأن واحد الحاجة اللي خلقها الخالق، اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى، وخلقاتها الطبيعة، واش يمكننا نعوضوها بمادة كيميائية خلقها الإنسان؟ 100% مستحيل، مستحيل. بالفعل، ولكننا حنا ملزومين نحيدوا ديك الغدة، لأن عندنا شكوك كبيرة سرطان في أن الورم سرطاني، وعو ديك الساعة نعوطوها بالليفوتيروكس، ديك الساعة كي تنقولوا الله غالب، ما عندناش اختيار. ولكن ولا كان حنا يمكننا نستغناو على الاستئصال، وفي غالب الأحيان تنستغناو عليه، لأننا تنقدروا نجيبوا الحجة بأنها غير سرطانية. إذن ما تخصناش نحيدو هاد الغدة. إذن هذا هو صميم الموضوع اليوم. صميم الموضوع اليوم ماشي هو ما هي الأسباب، ما هي لا، حيت هادوك أشياء كل شيء تعرفه وكل شيء يقدر يقراها نفسه في جوجل. احنا صميم الموضوع هي فوقاش تخصنا نفتحو هاد الغدة وهاد العقيدات، باش النساء لا يذهبن ضحية جراحة غير مرغوب فيها ومضرة جدا للجسم. الو تخص تكون مؤشرات علمية. الو ما هو تضخم الغدة الدرقية؟ تضخم الغدة الدرقية هي الغدة تتكبر وتتبدا تصنع عقيدات اللي تيقول لهم بالعربيه او بالدارجه بهذا الدارجه الشعب والسيسات. يمكن لها تصنع جوج ثلاثه اربعه عشره عشرين او اكثر من جهه واحده، او في غالب الاحيان من جهتين، من جهتين. ديك
العقيدات مادام انهم كثار بزاف 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 عند النساء خاصة، يعني تقريبا 4-5 نتاع النساء لرجل واحد حسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة. بما أننا ميمكنناش نفتحوا 50% نتاع نساء العالم، الأطباء خاصة الأوروبيين اتفقوا باش يعملوا تصنيف عالمي يتمشى عليه جميع أطباء العالم باش ما يكونوش خروقات في الجراحة وظلم في الجراحة واستئصال بدون حجة وحرمان المرأة من التوازن الجسمي والفكري وضرر للجسم. طبيعة الحال الطب تقدم، التلفازة تقدمات، الدوبلير يعني نتاع الشرايين نتاع الغدة والشرايين الجسم، أشياء تقدمات. بدينا تعملوا، بداو تعملوا الأطباء الأوروبيين تعملوا تصنيفات أخرى، حتى وصلنا لآخر تصنيف اللي هو تنتمشوا به الآن بما يسمى بتصنيف تيغات. أولا صايبوه الأنجليز، هذا التصنيف كله مبني من ناحية التشخيص، أو ما نقولش كله مبني، نقول 98% مبني على التلفزة، الدبدوبات ما فوق الصوتية أو الأمواج ما فوق الصوتية اللي تسميها الشعب التلفزة، واللي أنا تنأكد تخص يصايب الطبيب الاختصاصي في الأشعة اللي قاري السكانير والرنين المغناطيسي النووي وجميع الأشعة بكل أوجه، لأن هو اللي قاريها بالتدقيق، هو اللي تعطي التصنيف بالتدقيق. والحمد لله دابا عندنا عيادات اختصاصية في هذا الميدان كثيرة، ما احنا ماشي في السبعينات كانوا جوج بلان واللي في اللبار ولا تبتوا عليهم. دابا الإنسان يمشي عند عيادة اختصاصية باش ياخذ التصنيف باش ما يغلطش وما يفتحش ظلما وعدوانا. هذا التصنيف فيه 5 نتاع المراحل انجليزي، ولا زدنا تا المرحلة الأولى اللي هي الغدة عادية ما فيها والو ترجع 6 المراحل. إذا نحن غنقولهم المرحلة الأولى في التلفزة، وأقول في التلفزة فاس بالشدة بالصدى، المرحلة الأولى الغدة عادية. المرحلة الثانية هناك تضخم غدة وأورام أو ولسيسات حميدة 100%، التلفزة بوحدها تجاوبك تقولك 100%. المرحلة الثالثة التلفزة تقولك كاين واحد الشكوك قليلة، ولكن ماشي حيت كاين شكوك قليلة يعني مثلا 5%، حنا غنوضو نفتحو 100%، على 5% نوضو نفتحو 100%، غير معقول بتاتا. إذا تنعملو مراقبة في الأول، يمكن نعمل 6 شهور غير المرة الأولى، ومن بعد نردوها عام، بعد نردوها عامين، ولا شفنا شي تغييرات ولا شي حاجة، عندنا الحل باش نجاوبو على السؤال. اش هو العينة؟ نقبض نعمل الشوكة نصيفط على المجار، المجار تيجاوب في أغلبية الأحيان، الأغلبية الساحقة تيجاوبك تيقول لك سرطانية غير سرطانية، ديك الساعة تيمكن يفتح. ولكن في غالب الأحيان الأغلبية الساحقة المرحلة الثالثة ولا اقتضى الحال وعملنا هاد العينة، راه تيكون ها
حميد جدا. اذا تنتناو ما فيش خطا، حميد جدا ماشي ما فيش خطا، حميد جدا ما فيه حتى خطر. اذا ما تفتحوش تعيشوا معاه. المرحله الرابعه الانجليز عملوا فيها جوج الف وباء، وانا كنت متفق معهم 100% ومازال ماشي بالتصنيف الانجليزي، حيت جاهم بعض الفرنسيين ودمجوا الف وباء، دمجوها. انا ما متفقش، علاش؟ لان 4 الف قريبه لثلاثه و4 باء قريبه لخمسه. اذا انا بقيت نتمشى حتى جميع هذاك بالحجه القاطعه. 4 الف كاين شويه الشكوك حتى هو بحال ثلاثه تقريبا. تنعملوا نفس الشيء، تنعملوا مراقبه في الاول 6 شهور، يمكن لي ندوز عام، بعد ندوز عامين، ولا موقع تتغير، ولا وقع التغيير نمشي للعينه، والعينه حتى هي عاوتاني غتجاوبنا بصفه نهائيه تقريبا. ما نقولوش 100%، لان 100% عند من؟ عند الخالق، عند ربي سبحانه وتعالى. ما 100% ما كاينش في هاد الا ولا عملنا ها تقول لك العينه، والعينه براسها عندها واحد النسبه قليله، فعلى حسب الطبيب اللي غيقرا ولا حسب بزاف المعطيات. كاين 4 باء، 4 باء تبدا الخطوره. 4 باء اولا ولا قررنا ما نعلوش العينه مباشره، تخص المراقبه تكون قريبه 3 شهور حتى 6 شهور، ونبقاو زايدين ديك الساعه على حساب التطور. التطور ولا شكينا بزاف ولا شي حاجه، تندوزو مباشره للعينه باش المريض تيتهنى والطبيب تيتهنى، وباش الطبيب انا شخصيا ما ناخذش على العاتق ديالي هذه المسؤوليه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، ولا انا شكيت نعمل العينه، ولكن العينه بنفسها ما نعملهاش ظلما وعدوانا، لان الشعب فقير والعينه تسوى 1000 درهم، والعينه يمكن نكون ملزوم نعودها عدة مرات ولا بين واحد اخرين عقيدة سعداء. اذا لس انا نوض نعملها غير نشوف 4 الف او 4 باء نوض نقز عليها ولا نعملها العينة، نعملها لا. ولا بالفعل كنت مأكد بانها 4 باء والتغيرات كانت متطورة وسريعة. ايوا في هذه الحالة ضرب 4 باء، ولا مجهر جاوب بأن كاين شكوك كبيرة أو أكد بأنها سرطانية، تنفتحوا. تخص الإنسان يفتح بطبيعة الحال، عندي الحجة القاطعة ليا المجهر، نفتح. ولا قال لي لا راه حميدة وتقريبا في 80% تكون حميدة، ما نفتحش، نوفر الغدة ديالي الثمينة اللي هي تتكونترولي يعني تتنظم جميع الوظائف في الجسم. وكاين من بعد مرحلة 5، المرحلة 5 شتي المرحلة 5، ولو أن الطبيب يفتحها بدون عينة ما تتسماش خطأ، ولو أن الطبيب يفتح وصفت المجهر
من بعد الفتيح، والمجهر يقول راه حميد ماشي سرطاني، ما تتسماش خطأ. علاش؟ حيت الاحتمال كبير بزاف في المرحلة خمسة، ونقدروا نصيبوا علامات اللي هي تتقولنا بدون تحليلة، تتقولنا راه سرطان في التلفازة. مرحلة خمسة، أقول مرحلة خمسة، ولكن ولا عملنا العينة قبل المفتيح لكان أفضل، لأن ولا قلنا مثلا 70% تيكون سرطان، راه 30% يقدر ما يكون سرطان. وأنا قلت لكم بأن في ميدان الغدة الدرقية تنتعاملوا بالاحتمال، ياب الأورام اللي تيكون مشكوك فيها كاملة تنتعاملوا بالاحتمال، حيت كاين أورام ما عمرنا تنشكو فيها، هذيك ما فيها لا احتمال لا والو، هذيك حميدة هي حميدة. وكاينه اورام اللي سرطانيه تتبنى في السكانير ولي غام وحتى في التلفازه، سرطانيه قبل ما نعملوا التحليله، ولكن في الغده الدرقيه تنتعاملوا باحتمال، تيخصنا نعرفوا هذه وناكدوا عليها.